وابي حنيفة واحمد بن حنبل سبحانك اللهم اهدي حاجتنا بحرمات عائشة رضي الله عنها وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي حاجتنا بحرمات أوليائك أحمد تجاني ومعروف كرخي وقويش قرني ويوسف حمزاني وصالح مربي وقيؤون بن عيسى وعبيد يزيد بسدامي بسم الله الرحمن الرحيم سيد تاج العارفين سبحانك اللهم اجد حاجتنا.